السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة سنة رابعة. الآن بنتكلم معك على اللي هي الكلينيكال فيتشرز أو الكلينيكال مانيفستيشن بتاعت اللي هي السباينال كورد انجري. بالطبع طبعا بيعتمد على اللي هي الكلينيكال مانيفستيشن، بتعتمد على الليفل اوف انجري، على اللي هي الاكستنت اوف انجري، وان جنرال بيعتمد على اللي هي فيما اذا كانت اللي هي الليجن كومبليت اور انكومبليت. ان جنرال الكلينيكال مانيفستيشن ان جنرال فور ذا سباينال كورد انجري هنلاقيها كالتالي، تنقسم الى سبعه. اولا ممكن يبقى في موتور باراليسيس اور باريسيس بلو ذا ليفل اوف انجري، نمره واحد. نمره اثنين سنسوري لوس. نمره ثلاثه كارديو بالمونري ديسفانكشن. نمرة أربعة impaired temperature control below the level of injury. أيضا بنلاقي مع البيشنت spasticity، وكمان بنلاقي مع البيشنت bladder and bowel dysfunction، وبنلاقي اللي هي sexual dysfunction. كل الكلام هذا أو معظمه هنلاقي فيه اللي هو هنتكلم في جزئيات منه من خلال اللي هي ال complication of اللي هي spinal cord injury. شكرا لكم، سنة رابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.